اليوم وجودكم هون كثير مهم اكيد لكم كمقدمين لهالجائزه، بس كمان للمشاركه بهالاحتفاليه. احنا كثير مبسوطين انه نكون هون انا وطاهر، يعني انا كثير فخوره انه اكون عم اقدم هالجائزه. بيكفي نقول ماشي ضياء لنعرف انه طريق منا سهله، طريق بدها قوه، طريق بدها اصرار، وبالاخر في رساله نحن مؤمنين فيها وفي رساله نحن بدنا نوصلها. انا من الجيل الثاني اذا بدك بعد دكتوره مايلي، تربينا على نشراتها وعلى حواراتها وعلى كل اللي قدمته على الشاشه، وهيدا اكبر دليل على اهميه الدور اللي عم تقوم فيه حاليا دكتوره مي وغيرها من الاعلاميين ليخلوا المسيره مستمره، ليخلوا العنوان العريض اللي هو الراي الاخر لازم يكون موجود، الحريات لازم تضلها موجوده، لازم نسمع صوتنا مهما كان هذا الصوت. بتقولوا للمكرمين الليله؟ هالمرة أنت بلشت. طيب أنا بقول لهم أنه نحن بنفتخر فيكم، وأنتوا لكم أنه تفتخروا بهذه الجائزة أيضا.